السلام عليكم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من 7 أكتوبر هو جالس يصيح ويتكلم، يقول للعالم والناس ترى إحنا سمعتنا وصورتنا ومبادئنا وقيامنا جالسة تهتز قدام العالم، وخسرنا المعركة الإعلامية. خسرنا المعركة الإعلامية رغم أن كان هناك تعاطف دولي كبير معهم بعد أحداث 7 أكتوبر مباشرة، لكنهم يعترفون بأن أنهم خسروا هذه المعركة الإعلامية. عمر، كلام هذا مو جديد، هذا كلام أنت قاعد يعيدونه، الناس قاعدين يكررونه. إيش اللي استجد في الأيام الأخيرة؟ في شيء جديد صاير إحنا ما نعرف؟ في شيء جديد وإن شاء الله أنكم تعرفون، خليك معنا. اللي حصل أنه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب وجود الشباب والبنات، الشباب الصغار الناشطين المتحمسين الذين يتبنون القضايا ويجدون الحديث باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى ناطقة حول العالم، خسر الاحتلال معركته الإعلامية منذ تلك الأيام. وتشوف الشباب والبنات متفاعلين بقوة وبشدة، ودمروا كل آلة إعلامية ودمروا كل معركة إعلامية وكسبوا كل معركة إعلامية حاول هؤلاء أن يخوضوها، رغم أنه عندهم أكبر قنوات العالم، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا في ذلك. الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى وعي الشباب والبنات صغار السن، ويعود إلى خبراتهم وقدراتهم اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطرهم إلى أنهم يدفعون 30 مليون دولار من أجل الترويج في بعض المواقع، مثل الموقع الأحمر اللي يسوي عليه البثوث، أو الموقع الأسود اللي جابوا الصينيين، تعرفونه ذاك اللي مقاطع قصيرة سريعة، أو الموقع سناب شات وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم قرروا وقالوا إحنا بنبدأ حملة ومعركة جديدة. اللي صار انهم بعد ما عرفوا انه في حملات ضدهم خسروها وانفقوا اموال وخسروها، الخارجية الامريكية قالت بان اسرائيل اليوم تحاول ان تنشر حملة اعلامية جديدة، مش بس في الدول الغربية بل حتى في الدول العربية والخليج والاردن. طيب يا عمر، احنا ايش دخل اهلنا في الكلام ذا كله؟ طيب احنا مقتنعين واحنا امورنا تمام والحمد لله ما في شيء، لو بيجينا الف وحاول، وكل مرة تتكسر تحت صخرة وعينا واستيعابنا كل حملاتهم وأهدافهم ومشاريعهم، ما احنا خايفين من شيء، احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى والحمد لله مستعدين لهم ومجهزين. فلا لا 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 لا، شوف هذه وبرجع لك. انا جالس في امان الله مشغول ببعض الامور، دخل عندي يوسف الاوسي قال لي يا عمر انتبه لهذا الموضوع. والله ما انتبهت، ارسل لي قال لي في حملة وما حملة، تجي رسائل كثير، قلت جزاك الله خير. ثم بعد ذلك أرسل لي فيديو لأحد المرتزقة اللبنانيين، في مرتزق لبناني ممتاز قام بعمل فيديو يوريك لأي مستوى من الخسة والوضاعة يحاول هؤلاء الضرب. يعني شوف الآن المخطط أنه يصير الضرب ما بين الفلسطينيين والعرب، حاولوا ويدخلونا وفلسطينيين يسبون وطننا، وفلسطيني صفحة رام الله الآن قاعدة تقول شوف السعادة، وهذا يقول لك شوف الفلسطين، وهذا لا الآن في حملات جديدة. فجاب واحد لبناني مرتزق اسمه رخيص قطيش، طبعا لا جماعة يبغون ولا أهل يبغون ولا عيال عمه يبغون ولا حارته يبغون ولا المنطقة اللي هو خارج منها يبغون ولا سنة لبنان يبغون ولا شيعة لبنان يبغون ولا مسيحيين لبنان يبغون ولا ما يبغى أحد. ومشكلته أنه رخيص قطيش يحاول الآن يرضي الكفيل القديم اللي هو السعودي، لأنه هو كان تبع جماعة الظهر الحريري وكذا زمان، اليوم قاعد يحاول يرضي الكفيل الجديد أبو خالد الإماراتيين، فهو جالس فهو ضايع مش عارف الآن يرضي مين، والأمور مولعة بين السعودية والإمارات. فشوفوا الفيديو هذا وشوفوا كيف الرخص في الحديث عما حصل في فلسطين. نكون عايشين بنفس العالم، مليون فلسطيني بغزة على أبواب المجاعة، مليون فلسطيني سقف أحلامهم رغيف خبز. إنما على بعد 3 ساعات بالطيارة بأبوظبي أعلن عن تأسيس شركة استثمار تكنولوجي تركز على الذكاء الاصطناعي والسيمي كوندكتورز. شو رح تعمل؟ عقد صفقات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، الشركة يلي عملت تشات جي بي تي والشريك بالشركة
الاستثمارية اللي عم بحكي عنها قال انه الامارات بتقدر تكون احد اهم المختبرات لسياسات الذكاء الاصطناعي. السعودية هي كمان على بعد 3 ساعات بالطيارة من غزة، كمان رح تستثمر 40 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي بحسب تقرير لنيويورك تايمز. يعني من جهة مجاعة ومن جهة استثمارات بالذكاء الاصطناعي. هيدا مش شرق أوسط واحد، هول شرقين أوسطين. شرق أوسط أولويته المقاومة ونتائجه المجاعة، وشرق أوسط أولويته السلام ونتائجه النجاح. شرق أوسط عايش بالماضي، وشرق أوسط عم يصنع المستقبل. شفت الرخيص هذا؟ شفت كيف قاعد يقارن؟ يقول الناس هدفهم البناء والاستقرار، وناس هدفهم المقاومة. يعني هو الآن هذا الرخيص جالس يسخر من معاناة الفلسطينيين الذين يقاوموا. أول كان يقول لك الفلسطيني ما يقاوم، الآن صار يقول لك ناس عايشين في المقاومة والماضي وناس قاعدين يبنون. طب لأن هذا الأرض بلده محتل، جالس يحاول يحررها ويدافع عنها. شوف أنت، شوف التسويق الرخيص. طيب أنت يا نديم لبناني، إيش صاير في بلدك لبنان اليوم؟ خليك من غزة، فيها فقر، فيها جوع، فيها زبالة، فيها عطالة، فيها بطالة، فيها حرب، فيها قتال، فيها تصفيات، فيها اختيالات. طب انتوا عايشين بالميضي ولا عايشين بالحيضر؟ ها؟ فين عايشين انتوا؟ احكي لي يعني. طبعا هو يعني حاول انه يطور هذا، راح شتم الوضع اللي هو خارج وطالع منه. طب هالشعب انت قاعد بتحاول انك تطبل عند السعوديين وكذا. طب الشعب السعودي مفلس وطفران، الغالبية العظمى منهم، والفقر وصل 5 مليون فقير، والناس قاعدة تعاني، والناس قاعدة تتألم، والناس قاعدة توجع. تبى تطبل لمين يعني؟ ذكاء اصطناعي؟ ها؟ شفت انت المقارنة الخبيثة؟ هذه الحملة بدأت الآن، انه شوفوا الفلسطينيين هم اختاروا الموت والخراب والدمار. انا كل واحد يختار، واحنا اخترنا الذكاء الاصطناعي والتقدم والتطور والبناء. يا هذا الكلام تحاول تبي انت، شوف بقول لك على شيء. احنا انا اتكلم كسعودي، ترى السعوديين لما نجي واحد سعودي يطبل شويه يعني، حتى لو كانوا يختلفون معاه يبلعون شويه، بس لما يشوفون واحد عربي يطبل ترى يستحقرونه، يعرفون انك كذاب. بعدين صار في عندنا موجه جديده انه نكره كل عربي ينافسنا على شغلنا. فانت الان جالس تنافس الوطنجية على رزقهم، قاعد تنافس كبار الوطنجية على رزقهم بالعمل والجهد الرخيص اللي قاعد تسوي. الخلاصة أخيرا وليس آخرا، أنا لست خائفا من هذه الحملة، لأنها بفضل الله سبحانه وتعالى ستفشل وتتكسر. وإذا يعتقد شولوم ومن معه من فريق أنهم سينجحون في تسويق وترويج هذه الأمور، أنا أبشركم بالفشل والخسارة. ليش؟ لأن الشعب قاعد يعرف أن مشاريعك وأعمالك والكلام اللي تقوله وحوكمة مش عارف مين ومستهدفات انعكست على الناس سلبا. فقر، بطالة، مستوى مرتفع للصدقات والزكاة مستحقيها في السعودية، مستوى مرتفع لعدد الفقراء في السعودية. تضاعفت الأعداد، ها؟ تضاعفت الأعداد، زادت نسب العاطلين. خليك انت من الإحصائيات اللي طلعوها وكذبها، وشيل الهامش وقص الهامش واضرب في 2 واقسم على 1 وطلع، ها؟ ومن ثم من حصل منهم على وظائف قاعد ياخذ وظائف موسمية ب3-4 آلاف ريال. هذا اللي حصل، هذا اللي جالس قاعد، اللي قاعد تسجله أنت موظف، اللي شغال على أوبر وقاعد تسجله موظف، اللي شغال في مرسول وقاعد تسجله موظف، اللي شغال مش عارف إيش وقاعد تسجله موظف. في نهاية الوضع يعرف المواطن السعودي أن حتى قوته الشرائية لم تعد مثل ما كانت سابقا. يعرف المتابع والمراقب أن المطاعم الفخمة والمطاعم اللي يجلس فيها الناس ويحضرون ويقعدون ويطلبون فيها أكل وعصير ومش عارف إيش، وما أكلمك عن مطاعم الوجبات السريعة جالسة تسكر وقاعدة تقفل. ماني قاعد أكلمك عن نصرة، قاعد أكلمك عن غيره كثير قاعدين يخسرون ويقفلون ويفشلون. قاعد أكلمك عن أعداد ونسب طلاق مرتفعة غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية. الذكاء الصناعي، ما نبغى ذكاء صناعي، بدنا ناكل خبز، بدنا نعيش، وبدنا نفل بآخر الليل على الواحد بده يتزوج يا خيي، لأنه نسبة الطلاق صارت مرتفعة بالمملكة العربية السعودية. ألقاكم على خير، كونوا حرام. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة.